هذا اليوم. سعيدة النهاردة بنجمنا الكبير الفنان العظيم عزة العلايلي بوجوده النهاردة عشان يستقبل الوفود، وفود الإمارات، وباسم الفن المصري، وهو سفير للفن المصري وواجب الشكر من الفنانين المصريين لشعب الإمارات وحكام الإمارات اللي موجودين على أرضنا النهاردة. وحفل اتحاد المنتجين العرب، شيء جميل منك انك النهاردة موجود بتستقبل الوفود، بتبلغهم بنيابة عن زملائك الفنانين اللي جه او اللي ما جاش النهاردة، الحب الكبير اللي بين مصر وبين الإمارات. العلاقة بين مصر وبين الإمارات علاقة قديمة جدا، علاقة وطيدة جدا، علاقة مبنية على تفاهم وعلى أصول عربية راسخة بيننا وبين دولة الإمارات. دولة الإمارات موقفها الحقيقة في المواقف اللي حصلت في مصر واتفاقها، وإنها يعني تمد يدها إلى مصر ومصر تمد يدها إلى الإمارات وإلى جميع الدول العربية. فالحقيقة أنا جاي بالذات عشان أشد على أيديهم وأقول لهم يعني هو ده الوفاق العربي الحقيقي، وهي دي النظرة العربية، وبالذات هي دي نظرة مصر إلى إخواتها الشقيقات الإمارات والدول العربية كلها. دولة الإمارات دولة يعني مميزة الحقيقة، وأنا يعني سافرت إلى الإمارات. احنا قضينا أحلى وقت، وانت لسه كنت السنة اللي فاتت متكرم تكريم مهم جدا في مهرجان دبي، لأن عندك أكتر من 6 أفلام في أحسن 100 فيلم للسينما المصرية في الكتاب، وكان تكريم كبير ليك في مهرجان دبي، وشفت الحفاوة اللي استقبلوك بيها، وشفت الحفاوة اللي استقبلوا بيها الوفد المصري. ده صحيح، مش أنا الواحد، يعني الوفد المصري استقبل استقبال طبعا، يعني وده مش يعني مش غريب على الدولة زي دولة الإمارات، ولها طبعا سوابق عظيمة جدا، ولها وأسلوبها ودستورها وتضامنها. ولا ننسى طبعا الشيخ زايد رحمة الله عليه، في الشك إذا ذكرت دولة الإمارات في الشك لابد هو السبب ان خلى الاجيال كلها تحب مصر. بالظبط كده، يعني حينما وصى اولاده على مصر كان شيء عظيم جدا، ولا زال راسخ في الذهن المصري والذهن العربي جميعا، مش مصر فقط لا غير، انما رجل له افضال عظيمه جدا. سيبك انت من الشق المادي او الشق المعنوي، وده من اهم ما يمكن. لذلك تحس ان حد بيحبك بجد، يعني من قلبه، كل الصغير قبل الكبير في الإمارات، مش بس حكامها، شعبها كله. وهو الحقيقة الطبع يعني على شعب الإمارات يعني سمة، تحسي وهم بيستقبلوكي استقبال في ابتسامة جميلة كده جدا جدا. طبعا انت الامارات دي بالنسبه لك رحتها زمان ايام تصوير، كان في عجمان، استوديوهات عجمان، اكيد كان ليك ذكريات كتير. انا مش عجمان، انا اول واحد فتحت دبي سنه 75، واخد بالك، فتحتها باللص والكلاب في استوديوهات دبي. يعني صورت اول حد صور، اول حد صور كنت انا، واول شفت التطور الكبير اللي حصل من السبعينات لغايه دلوقتي. يعني بالظبط كده، ولسه هقول لك، يعني كان في شارع طويل جدا بشارع الشيخ زايد، ده كان صحراء على اليمين وعلى الشمال، ابراج ناطحات سحاب. بالظبط كده، وانا كان لي صديق اماراتي الحقيقه دبوي، هو كان شغال مخرج هو في التلفزيون دبي. فبيقول لي مره ماشيين رايحين الشرق، فبنفوت على الشارع الشيخ زايد اللي بقى دلوقتي يعني بيضارع منهاتن والى اخره بتاع. فبقول له، قال لي بص 20 سنه واتفرج على صدق في مقال. طبعا كل سنه بتروح بتلاقي طبعا. فانا طبعا اشد على ايديهم جميعا واقول لهم طبعا بارك الله فيكم، وهذه بلدكم مصر، بلدكم والامارات بلدنا، وطبعا يعني
ربنا يديم المحبة يا رب إن شاء الله. يعني جمهورك عايز يعرف الجديد عندك كمان، وحشته 2015، عايزين نعرف في تلفزيون، في عمل فني، يعني أخبارك الفنية مهمة. إن شاء الله في عمل كبير جدا وكده الأستاذ يوسف الجندي ويخرجه الأستاذ محمد حلمي، هو اسمه همس الجذور، وبيتكلم على مراحل مرت بها مصر من القرن ال 18 إلى حرب أكتوبر 73. فعملية استعراض كبيرة جدا لمصر داخليا وخارجيا، حكاما ومحكومين و... عمل مهم جدا، وبقالنا فترة ما لناش الأعمال. بالظبط. إنتاج مين يعني اللي هيتكفل بالموضوع ده؟ اللي محتاج إنتاج كبير يعني لغاية دلوقتي في ناس كويسين جدا. ده مهم لان الحاجه زي كده لازم تتعمل على اعلى مستوى، يعني مش لان ده مش موضوع تجاري ان هنسوقه للقنوات وبتاع، لا دي حاجه هتفضل تتذاع يعني طول الوقت. ده صحيح. هو بيتكلم بمنتهى الوضوح الاستاذ يوسف الجندي، طبعا قبل ما يكون كاتب درامي فهو اديب، فرؤيته لهذه المراحل بالتحديد رؤيه ادبيه فنيه تاريخيه، وفي نفس الوقت وضع ايده على مناطق الـ يعني الانتقال بالنسبه لما حدث في مصر من القرن ال 17 لغايه حرب 73. طبعا حاجه مهمه، ودايما فناننا الكبير عزة العلايلي بيقدم لنا الاشياء المهمه اللي بنعتز بيها وبننتظرها. هتبدا التصوير امتى ولا لسه؟ لا لسه شوية، هو كان المفروض احنا نبدأ يعني نعرض في مش هنلحق لان بس عمل زي ده مش محتاج رمضان. عمل زي ده هو رمضان لوحده. برافو عليك. يعني ينزل في اي توقيت هيتشاف. برافو عليك. وحاجة مهمة للأجيال، يعني مش موضوع اعلانات وسبونسر، لا ده انا بشوفه ان موضوع مهم يفضل موضوع هو تسجيل لفترة في مصر محتاجين نسجلها من اسخن الفترات اللي مرت بيها مصر، واللي عملت زي ما يقولوا نقط ارتكاز بالنسبة لكل مرحلة تاريخية إلى أن وصلنا إلى 73، والصراعات بقى اللي حواليها بقى، ويعني لما توصل للقرن العشرين وسكس بايكو والصراعات وثورة 19 والدستور المصري وبنك مصر وكل شيء مهم طبعا كرين، وهتلاقي حكاية مصر، يعني هتلاقيها حكاية مصر هيحكيها لنا نجمنا الكبير عزة العلايلي من خلال مسلسل جديد إن شاء الله قريب هنكون معاه في اللوكيشن. مرة تانية بقول له شكرا، شكرا لاستقبالك والوفود الإمارات النهاردة باسم الفن المصري، ودايما بنسعد إن احنا نشوفك بصحة جيدة في أحسن. أشكرك، كتر خير. شكرا.